أيان شو رأيك نشتري واحدة من هاي القهوة؟ طيب ليش عم تشتري من هون بدل ما تجيبيهم من محلنا؟ بعدين ليش كل هالغراض؟ مين يلي رح يدفع حقهم كله؟ أنا رح أدفع، حاسبة حسابي، بعدين هون الغراض ما بيلتقوا بمحلكم، لهيك إجيت لهون. أهم شي أنتي تبيني إنه معك مصاري. آخد هاد؟ القصة مو هيك، بس الإنسان بيفرح وقت يجيب شي للناس يلي بيحبهم. عن جد؟ حتى لو هالناس ما بتهميهم أصلاً؟ غريبة ما؟ فيهم يهتموا باللي بدهم يا، مو ناطرة اهتمامهم، بس بالنسبة إلي هذا واجبي معهم. شو رأيك جيب هذا المرتب لخالتي بما أنه عم تشتغل بالمطبخ طول الوقت؟ وليش أكلي همها؟ عم تثبتي لها أنك أحسن من أليشبا؟ شو قصدك؟ واضح قصدي، عم تعملي كل هاي القصص المنيحة بس لحتى تثبتي لياسر ولعائلته أنكم خسرتوا بنت منيحة مثلي. خسارتكم كبيرة لأنه مو بيناتكم، ونحن كتير محظوظين لأنه صرتي جزء من عائلتنا. شو؟ مزبوط هالحكي؟ خود سبقني فيها لأنه تقيلة علي. استنى شوي، خود هاي كمان معك. ضل شي وما أخدتي لسا؟ في غراض مانو. أنا عم أطبخ بس باقي الشغلات خالتي عم تدير بالها عليها. شفت قديش عم يشاركوا بشغل البيت. ليش عم تحكي هيك؟ صدقيني أنا بس عم أطبخ وباقي قصص البيت هنن بيعملوها. يعني مو حاجة عم تتعبي بشغلك بالمكتب؟ لسه فوقها بدك تطبخي لهم كمان؟ أمي خلص لا تاكلي همي، قلتلك أنا منيحة. ما بقدر طول الوقت عم فكر فيكي وآكلي همك. لا أمي لا تشغلي بالك، أنا منيحة الحمد لله، ما في شي عم يضايقني، فلا تاكلي همي. عكل حال خلص منحكي بكرة وقت اجي. صحيح بنتي، فيكي بكرة تتعشي عنا؟ ما بعرف، اي يمكن اقدر اتعشى ويمكن لا. ليكي اسألي ايان كمان، لما يجي ياخدك بيتعشى معنا. طيب امي رح خبره انكن عازمينه على العشاء اذا رضي يجي. بشوفكن بكرة ماشي؟ ما رح اتأخر، باي. منتهى؟ ايه خالتي. خلصتي جلي؟ ما ضل لي كتير. ايه معناها بس تخلصي من ايدك اعملي لنا كاستين شاي، واحد لعمك وواحد لايان كمان. ايه حاضر خالتي. يسلموا. ليكي خالتي. ايه بقدر روح لعند امي بكره؟ ليش؟ خالتي ما رح اتاخر، وإلي زمان ما شفت امي وقعدت معها، ويعني بقدر حضر الغدا كمان قبل ما اروح. ايه اذا هيك روحي، لانه بتعرفي انه انا بهذا العمر جسمي ما بيساعدني ضل واقفه بالمطبخ، بس اذا رح تطبخي الغداء قبل ما تروحي على المكتب ما عندي مشكلة بنوب. لا اسمعي، لازم نروح هلأ على بيته انه نعتذر منه للجماعة. بابا؟ ايه بنتي، بكتير من الأحيان تصرف الأولاد وتعاملهم السيء بيجبر الأهل يقدموا اعتذار للعالم. بس أبي أنا ما بدي أني تفكروني أني عم اشتكي عليها لأختي، أنا آكلة همها وبدي صورتها تتحسن مشانها هي، يعني لأنه صدقني بهالحالة ممكن كتير إنه أختي تخسر مستقبلها وتتدمر حياتها. بعرف بنتي، أنتي مو هدفك تشتكي عليها لحتى تأذيها، بالعكس تماماً. بتمنى تقدر تفهمها لأنه بيت حماها كتير مناح وما بدي إياها تتصرف بهالطريقة البشعة. منفهمها بعدين، هلأ أهم شي نعتذر من الجماعة، لازم نروح نعتذر لهم بأسرع وقت. رح أقوم. قلتك شو رح يصير؟ لا تاكلي هم بنتي، أبوكي رح يفهمها غلطة، لا تشغلي بالك. ما بتعرفي قديش أنا بحبك وبفرح لما تكوني مبسوطة، وعن جد عيب عليكي تفكري أني أنا عم بحسدك. بالنهاية ما رح أعمل إلا اللي براسي، حتى لو جبتي ماما وبابا لهون. ماشي، بسبب تصرفاتك اختي ابوكي اجى لهون وترجى بيت حماكي قدامنا كلنا. ما عذبك ضميرك؟ ليش لا يعذبني ضميري؟ انت اللي لازم يعذبك ضميرك لانك جبتيهم لهون. منتهى الموضوع بخصني، لا تتدخلي. بتمنى تفهمها انه يلي عم تعمله كتير عيب. لك انت مو قدرانه تنبهي زوجك لانك مو معبيتي له عينه، ما في داعي تنبهي زوجي.
منتهى فكري 100 مرة قبل ما تتدخلي بخصوصياتي مرة تانية. وأخيراً رجعتي على البيت؟ أبي وأمي كانوا موجودين تحت وكنت قاعدة معهم لهيك تأخرت. وأنت ليش لا تتدخلي بحياة أختك؟ شو في داعي تجيبي أهلك لهون؟ يعني شو عملتي غير أنه سببتي لهم إحراج؟ لا أنا رحت لعندهم مشان يحكوا مع أليشبا ويفهموها غلطة، بس هنن لما عرفوا شو عاملة قرروا أنه يجوا ويعتذروا. أختك أليشبا بنت ملعونة كتير، أي حدا بيحاكيها كلمة قادرة أنه تحط الحق عليه. منيح إنك مو مثلها. إيه بس تتدخل بأمور الناس التانية إمتى ما بدها؟ هدول مو ناس غريبين. أليشبا بتكون أختي، فأنتي اللي عم تتدخلي بحياة غيرك. شو بكي؟ وجعك راسك؟ وقت تدخلي حالك بهالمشاكل أكيد رح يوجعك، يعني شو كان في داعي تدخلي حالك بهالقصة؟ أليشبا ما عم تفهم لهلأ، لهيك اضطريت أني خبر أهلي حتى يحاولوا يحكوا معه. ما بعرف ليش أنت ما عم تكوني مبسوطة وقت تشوفي ياسر وأليشبا مبسوطين سوا. يمكن لما بتقولي لحالك انه كنتي رح تتزوجي ياسر بس لسوء الحظ تزوجتيني ومو قادرة تعيشي معي العيشة اللي كنتي رح تعيشيها معه، مو هيك؟ أيان أنا مبسوطة كتير بزواجي منك والحمد لله. عن جد؟ مبسوطة؟ أنت أكيد عم تضحكي على حالك. أيان رجاءً أنا ما بدي أتجادل معك بهذا الموضوع لأنه أنت ما بتتناقش فيه غير لما كنت تعبانة، رجاءً. فهمان عليكي، أنت بس عم تحاولي تتحملي مسؤوليات هذا الزواج. جاية من الشغل تعبانة كتير ومالي خلاق على الحكي، وبدي روح أخبز عجينة الخبز، لهيك رجاءً لا تضايقني. طيب خلص ما رح أزعجك، وأكيد ما برضى بعد ما شفتك تعباني من شغلك لسه خليكي تشتغلي بالمطبخ. لهيك ارتاحي اليوم. أنا قايم، قول لأمي ومانو هني يجهزوا الأكل. لا ما في داعي، أنا ارتحت شوي وأحسن كمان ما تتضايق مرت عمي. الحقيني